والاستاذ هشام كان واقف على يمينه شويه هو ده، بس بص الاستاذ هشام مسلسل انا وماما دراما اجتماعيه دراما حياتيه، اي حد بيتفرج هيشوف نفسه فيها، يعني اي زوجه هتشوف نفسها شخصيتي، اي زوج واب هيشوف نفسه شخصيه زوج اشرف عبد الباقي، حتى اولادنا الهام عبد البديع ومحمد الشرقي وماضي، كل حد في سنهم هيشوف نفسه بمشاكله باماله بطموحه. هي دراما انا شايفه انها يعني بقالنا كتير ما عملناش النوع ده من الدراما. ودورك ايه بقى في المعمل؟ انا المفروض ماما صوتة محمود اللي هو عامل دور الاستاذ اشرف عبد الباقي، زوجه يعني قفلت حياتها في تربيه اولادها، بعد 20 سنه بتكتشف انها نسيت نفسها ونسيت طموحها، وهي كانت المفروض خريجه اعلام فطموحها انها تشتغل صحفيه، فبتقرر فجأة انها خلاص الولاد كبروا يبقى انا لازم اخد حقي ولازم اشتغل فيها اللي انا بحبها. فبتشتغل بنشوف بقى المشاكل ممكن تحصل ايه لما تختفي عن البيت على مبدا. الحقيقه انا يعني فرحانه جدا بالمسلسل لانه في الوقت ده احنا محتاجين هذا النوع من الدراما لتمثل الاسره. انا فرحانه جدا بالمستوى اللي وصلنا ليه على يعني في الدراما التلفزيونيه تحديدا، بحيث الحبكه الدراميه في افكار جديده، التصوير، التقنيات المستحدثه في التصوير، انواع الكاميرات، الاضاءه، الصوره، الصوت، كل حاجه. الحقيقه انا شايفه يعني ان احنا الحمد لله مستوى الدراما بقى هي مش بس في مصر، على مستوى الوطن العربي اشرف من ارقى البني ادمين اللي ممكن تقابلهم في حياتي، والانسان الشديد الرقي، فهو يبقى انسان شديد الاتقان في فنه. ممثل انا مش هقيمه، يعني اشرف انا يعني واقفه جنبه فباخد من جمهوره، يعني اشرف ليه جمهور عريض على كل الوطن العربي تقريبا. طالبة في كلية الطب، هي المحادثة الرسمية بالنسبة لي، هي أكبر أخواتها أخواتي شرموكي وبابايا. أنا وبابايا علاقتنا مش كويسة أوي، يعني مفيش تفاصيل كتير بينا، هو طول الوقت بعيد عني، بيركز في رعاه وشغل أكتر ما بيركز معايا، فده بيخليني أرجع لحاجات تانية بره، وبحب الضغط بتاعي في الجامعة. وإحنا الحمد لله ده آخر أسبوع في المسلسل، فإحنا خلاص ابتدينا منه الحمد لله، يعني بما إنه عجبني في الأول فعشان كده فهمته، والعمل نفسه وعمل أسري علاقة الآباء بالأبناء